جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سيدة نساء العالمين مريم بنت عمران، هل لديها أخ يدعى هارون كما ذكر في سورة مريم؟ وعند حملها بالمسيح عليه السلام قالت في سورة آل عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هل هذه الآية خاصة لسيدة مريم أم يجوز لأي امرأة حامل قولها حتى يحفظ الله جنينها وينشا على طاعة الله؟ وأرجو بيان معنى الآية جزاكم الله خيرا. أما أن مريم لها أخ اسمه هارون فلا أعلم شيئا من ذلك. وأما قوله تعالى حكاية عن بني إسرائيل أنهم قالوا يا أخت هارون، قد قال العلماء إن معنى ذلك أنها على دين موسى وهارون عليه الصلاة والسلام، على دين موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك الله أعلم. وأما قولها إني نذرت لك ما في بطني محررا، هذا معناه أنها نذرت أن يكون هذا المولود خادما لبيت المقدس، تريد بذلك تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلما وضعتها أنثى حصل عندها شيء من الندم والأسف، لأن الأنثى لا تقوم مقام الذكر فيما نذرته من هذا النذر العظيم، ولكن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، جعل في هذا المولود الذي هو مريم جعل فيه خيرا كثيرا، فحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام وكانت صديقة وعابدة لله عز وجل، كانت من القانتين، جعل الله في هذه البنت الخير الكثير. والذي قالت إني نذرت لك ما في بطني محررة ليست هي مريم، وإنما هي أم مريم زوجة عمران، أم مريم زوجة عمران. نعم.